أهلا بيكم مرة تانية، بنرحب طبعا بضيفنا الكبير مستر بايلر. أهلا بيك معنا مستر بايلر في أول انطلاقة لقناة النادي الأهلي وفي البيت الكبير. أهلا بيك. ميرسي ميرسي، سي بلاسير تاتر ايسي. شكرا، شيء يسعدني أكون موجود معاكم النهاردة. طيب خلينا نتكلم ازاي مستر بايلر استقبل اول يعني خبر ان حد بيقول له تعالى مرن النادي الاهلي النادي الكبير، وكان رد فعله ايه؟ ويعني نعرف الحته دي، كان رد فعله ايه لما سمع بخبر ان هو ان شاء الله يكون المدير الفني للنادي الاهلي؟ واز جيتي تري فيير. طبعا كنت فخور جدا ان اكون واحد من المرشحين لتدريب فريق كبير زي النادي الاهلي. طبعا ما ترددتش كتير عشان اوافق واقبل، وكنت متحمس جدا ان امرن فرقه كبيره زي فريق النادي الاهلي، لان ده احد الاكبر فرق في افريقيا. طبعا يمكن انا كان يعني الناس برضو تعرف ان احنا يمكن انا ومستر بايلر كان لينا لقاء حتى على المستوى الكروي في سويسرا، ولعبنا ضد بعض في اعتقد سنه 92 93، فكان لينا حوار كمان قبل الهوا واستعدنا الذكريات ديت. فعايز اسال مستر بايلر، انت اول ما جيت شفت الكره المصريه بشكل عام ازاي؟ يعني